السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اليوم عندنا ماكينة لحام، طبعا بدون شاشة. هي هاي الماكينة بس نوعيتها كمان كويسة، 3 بوردات هاي النوعية. ايش العطل؟ العطل لاحظوا هون، هلا بنشغله. شوفوا هذا الضوء الاخضر شغال. هلا بنعمل تجربة عليه اثناء اللحام. هيك يبين. هاد نربطه هون. لحم، وشوفوا الضوء الاخضر انطفى، يعني بيلحم شوي وبيطفي. بنجي نعمل تجربة، طبعا هادو كلها حسب التجارب، يعني ايش اللي عم يفصل وليش فصل. بنجي بنحط الآبو هون، طبعا نحط على التيار المتناوب الاول. لاحظوا شو في جكين، جك هاد وفي جك تحته. فرجيكم اياه بالاول وبعدين شوفوا جكين هني، هذا جك وفي جك وراه كمان نفس الموديل. شوفوا هذا جك وهذا جك، هاد وهاد الأزرق كله تيار متناوب الدخل، يعني الشبكي. أما بالنسبة للأحمر والأسود هذا بعد ما يطلع من الدارة الجسرية ويجي على المكثفات، هذا تيار مستمر. بنفحص التيار المتناوب، هاي شغلنا. طبعا بتحط خط هون وخط على الجاك الثاني. نسوي هذا الدخل، يعني 200 فولت متناوب. بنحط على مستمر على 1000، وبين ال هذا الموجب وهذا السالب. هذا عم يعطي 276. طبعا بس تطفي وتشغل الضوء الاخضر شغال. هلا الضوء الاخضر هلا حاليا انا بس بدي افرجيكم. هلا نلحم، نعمل التجربة مرة تانية. مشان يبين معنا كاملا. شوفوا اللحام كمان وشوفوا الافومتر.
شوفوا شلون فصل الفولت كله، التيار المستمر كله فصل واشتغل الضوء الاخضر. هلا بنشيل هذول كله وبنطفي هاي. هون اول خطوة بنجي على البورد الاسفل، هذا البورد، هذا بورد الدارة الجسرية والمكثفات. بدنا نشوف شو في جواتهم وايش هو العطل. يعني قبل كل شيء في حماوة هون هالمنطقة، يعني طبعا اجباري بدك تفك هالبورد. هلا هاد تشيلوا الجكات هذول. هلا هون شلنا الجكات، نشيل الجكات اللي هون كمان. هلا هون هلا هون اخواني في مكثفات وفي ريلي. هاي حاطين وهذا كمان موسفيت، وفي فيديو كابلر. هلا بدنا نشوف ايش العطل الاساسي اللي يخلي هذا بيحمي. تابعونا هلا بالحلقة البعدة، بدنا نشوف ايش القصة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.